اتصال يعني من مكتب رئيس الوزراء من دولة الرئيس واحنا على المباشر. مساء الخير دولة الرئيس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، سعيدين باتصالك. الله يحفظك، الله يتقبل أعمالكم، حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا يعني تون كنت دا أذكر أنه مبادرات رئيس الوزراء انعكست إيجابيا يعني على مشاعر الحجاج العراقيين، وجاني الاتصال، جابوا لي التليفون من جنابك. أهلا وسهلا، فرصة طيبة أنه أتحدث مع حجاجنا. اكيد اكيد، احنا اكو يعني بالتاكيد هنا بالفندق اللي انا متواجد به الحجاج العراقيين اللي موجودين هنا. خلينا ننتهز الفرصه هنيك اقول لك كل عام وانت بخير وايامك سعيده بما نشوف عدد من الحجاج. مرحبا، شلون الصحه؟ تفضلين يم بدوله الرئيس ويانا على التليفون، حاب يحكي وياكم يا الحجاج يهنيكم. تفضل دوله الرئيس. السلام عليكم. وعد روحي اشكرك. اهلا وسهلا حجيه. اشكرك استاذ، كل عام وانت بخير. ان شاء الله انت بألف ألف وسعيد مشكور ان شاء الله. على الهيئه مالت الحج وعلى الخدمه وعلى الله يتقبل الهديه. الله يرحم الله والديك. انا ام علي ياسر جاسم، الحمد لله احد ضحايا سبايكر. اهلا بالحجيه ام علي. الله يرحم الله والديك. بس الله يرحم شهداء سبايكر. من عندك العوائل سبايكر، لا احنا حيل متضررين. واشكرك مره ثانيه وان شاء الله، كل عام وانت بالف الف الف خير. رحم الله والديك وانت بالف خير. شكرا 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 دولة الرئيس. انا وياي يعني عدد كبير من الحجاج، اذا ممكن ناخذ من وقتك ويحجون وياك. تفضل يمك. لا براحتك براحتك. حجيتني دولة رئيس الوزراء على التليفون. السلام عليكم، كل عام وانت بخير. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله ندعي لك ربي يحفظك وينصرك. كل عام بخير. أسعد الله يخليك. نسأل دولة رئيس الوزراء أنه يراقب معاملات شهداء النظام البائد بالرواتب المتراكمة والبدل النقدي، وربي يحفظك ويسلمك. وكل عام وانت بألف خير. بالخدمة حجية. موفقين إن شاء الله حجية دولة رئيس الوزراء. إذا تحبين تهني. السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله. والله ينصركم على اهتمامكم بحوائل الشهداء النظام البائد. احنا والحمد لله والشكر، واحنا نختلف عن باقي البعثات كلها على حضراتكم يعني العناية بيكم. احنا نريد بعثتنا تختلف. الله ينصركم. الهيئة وكل الدعم كان موجه انه نوفر كل اسباب الرعاية والاهتمام. يعني كلش نختلف عن باقي البعثات. الحمد لله. نشكركم من صميم القلب. راعيتونا والحمد لله والشكر. وينصركم الله وام البنين وياكم ان شاء الله. الله يحفظكم. رحم الله والديكم وتعود عليكم بالصحة والعافية والتمام. اشكرك اشكركم دولة رئيس الوزراء. دولة الرئيس خلال تواجدنا هذه فترة يعني كل الحجاج يشكروك، وأكثر كلمة تجي على لسانهم أنه نشكر رئيس الوزراء على الخدمات المقدمة. السلام عليكم أستاذ، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله عليك وعلى عيالك إن شاء الله. إحنا نحب نشكرك على هاي الخدمة اللي عوائل الشهداء واللي أنت جاي تقدمه بالعراق حقيقة ما حد مسوي قبلك. ونريدك إن شاء الله ظهر إنه، ونريدك أنت باق إن شاء الله للأبد ويانا. ورحم الله والديك وخدمة زينة، وأعطونا الفدية هم من عندك ونص المبلغ أنت قررت راح ترد العوائل الشهداء. وجزاك الله خير والله يعطيك العافية بالصحة والإيمان. يعود عليك هذا العيد إن شاء الله عليك وعلى عيالك. مشكور أستاذ، رحم الله والديك الله يعطيك العافية. رحم الله. حاج آخر يعني أنا كل الحجاج دولة رئيس الوزراء ملتفين حولي حتى يهنون حضرتك، فإذا نقدر ناخذ من وقتك لحاج آخر. خدمتك خدمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا حاج، أسعد الله أيامك. دولة رئيس الوزراء حاج مبرور وسعيد مشكور. فرحانين فرحانين وسعدانين بموقفك وبوجودك، يعني احنا نفتخر نختلف العراقيين عن باقي الدول المميزين بالبعثة العراقية. ونشكر سعداء انه نسمع مسعودي والظروف كلها توفرت لي لأداء الفريضة. هذا واجبنا وجزاهم الله خير الأخوة في هيئة الحج. لا الفضل لكم أستاذ. إن شاء الله ما تعبتوا. لا وينكم تعب؟ ما طول أنتم موجودين. تعب ماكو. كملت أنت؟ والطبابة موجودة. كملت؟ إي والله، حتى أنا حتى مزينا اليوم إن شاء الله. ونشكر الشيخ المسعودي ونشكر هيئة الحج. نشكر هيئة الحج والعمرة النجف. الحمد لله. السليم العامري موفق وزارنا. ونشكر الدكتور نائلي رئيس مؤسسة الشهداء
جانا التقى بينا بالفندق عوائل الشهداء، بس انه طلب صغيرون النظام النظام البائد شويه، البدل النقدي والمتراكمه. انا قاعد اتابع مع الاخوه في مؤسسه الشهداء موضوع البدل والرواتب المتراكمه. وعندنا المرضى خاصه ام الشهداء. انا المتكلم اخو الشهيد، عندي اربع شهداء. الله يرحم الشهداء. متفضل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه. الله يسلمك الاخ محمد السعودي، اشكرك. رحم الله والديك. دوله الرئيس، كل الحجاج هنا يعني يهنوك، كلهم كلمات الشكر والعرفان تسير على ألسنتهم، لكم بصمة تشكر فتذكر، وبعثة هذا يعني العام مميزة جدا 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 بفضل دعمكم أكيد. 39 مليار لهيئة الحج والعمرة وخدمات يعني تذكر فتشكر، وكل الكلمات تشكركم على هذه الخدمات. سلمنا عليهم كلهم، كل الحجاج مبارك لياهم في هذا العيد وإكمالهم الأعمال والمراسم. نسأل الله أنه الحفظ والسلامة. نعم دولة الرئيس، يوصل سلامك. تحياتنا إليك. الله يسلمك. وعليكم السلام.